أهم مدخل نبدأ بيه في تشريح البطن هو غشاء الصفاق أو البيريتونيوم. تجويف البطن بيبقى مخطط بغشاء مصلي اسمه بيريتونيوم، وغشاء البيريتونيوم بيتقسم لطبقتين: طبقة خارجية بتخطط جدار البطن اسمها بارايتال بيريتونيوم، وطبقة تانية داخلية بتغطي الأعضاء اسمها فيسرال بيريتونيوم، وموجود بين الطبقتين كمية صغيرة من سائل مصلي دوره أنه بيخلي الأعضاء تتحرك في اتجاه بعضها من غير أي احتكاك. البيريتونيوم بيحيط بمعظم الأعضاء الموجودة في البطن زي الليفر والجول بلادر والسبلين والستومك والأوفرس وأغلب أجزاء الانتستينز، فبيتكون في النهاية تجويف اسمه بيريتونيال كافيتي، واللي بيكون مغلق تماما في الرجال، لكن في السيدات بيكون متصل بالخارج عن طريق اليوترس واليوترين تيوب والفاجينا. والبيريتونيال كافيتي بيتقسم لجزئين: الليزر ساك والجريتر ساك، هنبقى نتكلم عنهم بشكل شامل في الجزء الخاص بالبيريتونيال كافيتي. المهم دلوقتي ان غشاء الصفاق او البيريتونيوم بيتجمع في صورة طيات او طبقة مزدوجة. الطيات او الطبقة المزدوجة من الصفاق بيطلق عليها اسم ميزنتري او اومينتا او بيريتونيال ليجامنتس، وبيكون دوره هو تثبيت اعضاء البطن في مكانهم، بالاضافة الى انهم بيغلفوا الاوعية الدموية والليمفاوية والاعصاب الخاصة بالاعضاء، وهنتكلم عن كل واحدة منهم على حدة.